بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا شباب؟ يا رب تكونوا بخير والله ليكم وحشة. النهاردة ان شاء الله يا جماعة هقول لكم على المحتوى بتاع كتاب المراجعات النهائية، واقول لكم كمان ازاي تطلبوه باسهل طريقة عشان يوصلك بسرعة، لانه اصلا مفيش وقت. وتنبيه شباب، الكتاب ان شاء الله هيبقى متاح مثلا لمدة اسبوع ولا حاجة، لان بعد كده هو اسبوع بس وهنحل منه ان شاء الله. فمحدش بعد اسبوعين مثلا يجي يقول لي عايز كتاب المراجعات النهائية، لا، هو متاح لفترة قصيرة وانا منبه عليك. فعايز تطلبه اطلبه في الاول، عشان بعد كده لما يخلص ما يبقاش حضرتك تيجي تقول عاوزين نطلب الكتاب او مش موجود او مش متوفر. تمام؟ فاللي عايز الكتاب يا شباب يطلبه في الاول، وانصحكم كلكم تطلبوه اكيد. بسم الله الرحمن الرحيم. الكتاب يا جماعه بتاعنا بفضل الله اتاخرنا فيه حبتين بس عشان نطلع لك كتاب محترم يليق ان شاء الله بمستوى امتحانات الثانويه العامه. فيلا بينا يا جماعه نشوف محتوى الكتاب. اول حاجه شباب بقول لحضرتك، والله اول حاجه كده المحتوى وكل شابتر الصفحه بتاعته رقم كام عشان بس انت ما تتوهش جوه الكتاب. تاني حاجه شباب هتلاقي الشعار بتاعنا الجميل مكانك السماء وسط النجوم. بعد كده يا باشا هتلاقي بقى ورق خطير جدا جدا جدا، الا وهو ورق المراجعات النهائيه بتاع ليالي الامتحان. خلي بالك احنا كل سنه يا شباب بنشتغل على يوتيوب مراجعات ليالي الامتحان، وان شاء الله السنه دي كذلك برضو مراجعات ليالي الامتحان على يوتيوب. طيب بنراجع منين؟ من ورق احنا بنعمله مخصوص لليالي الامتحان. فين الورق ده؟ موجود في الكتاب. قبل كل شابتر هتلاقي ورقه او اتنين او تلاته او واتيفر العدد يعني اللي هنراجع منه ان شاء الله قبل الامتحان بيوم او يومين، اللي هو جماعه ليالي الامتحان. هتلاقي الورق اللي هنراجع منه موجود في الكتاب ده يا جماعه. الورق اللي بنراجع منه يعني نبذه سريعه كده عنه، هتلاقي مثلا في كل شابتر ورقتين ثلاثه كده لمين الشابتر كله، خلاص كل درس كده في ورقه ولا حاجه، عشان حضرتك تبقى انت وانت بتسمع الفيديو بتاع ليالي الامتحان معاك حاجه بتبص فيها وبتكتب ورانا فيها عشان ما تضيعش وقتك بقى في الكتب الكبيره. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا يا جماعه نشوف اللي بعد كده، الا وهو الاسئله. والاسئله يا جماعه كالعاده ام سي كيو كتير جدا جدا جدا، وكمان مقالي، بس الاكتر ايه؟ ام سي كيو، عشان الامتحان بتاعك معظمه او اغلبه ام سي كيو. بص يا سيدي، هتلاقي حضرتك كل درس عليه مش اقل من 150 سؤال. طبعا يا جماعه متدرجين ورسومات وحوارات كتير جدا 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 واسئله زياده وزيادات كتيره جدا على المنهج اللي احنا بنزودها في الحل، و اللي موجوده برضو يا جماعه في بنك المعرفه او في اي مكان تاني فكره بتعجبنا يعني، برضو بنحاول نطبق لك على هذه الفكره الجميله لو موجود الشرح بتاعها في اي مكان يخص ثانويه عامه. بعد كده شباب هتشوف حضرتك والله الاسئله المقاليه في نهايه الشابتر. يعني مثلا يا جماعه دي الاسئله بتاعه الدعامه، هتلاقي حضرتك بعد كم سؤال بعد يا جماعه 162 سؤال، لا ده اكتر من كده كمان، بعد يا شباب 169 سؤال هتلاقي حضرتك بقى الاسئله المقاليه، مصطلح علمي وصحح ما تحت الخط وماذا يحدث وعلل وهكذا. بعد كده رسومات خطيره مهمه جدا على كل شابتر. بعد كده يبدا الشابتر اللي بعده وهكذا يا جماعه. كل الكتاب ماشي بهذا النسق. اول حاجه تلاقي الورق بتاع ليالي الامتحان، يعني مثلا يا جماعه ده بتاع الهرمونات اهو، تمام اهو خلاص، صفحه ثلاث صفحات كده تلاقي الشابتر كله اتلم معاك ان شاء الله في ليالي الامتحان. خد بالك بعد كده الحل برضو الام سي كيو، بعد كده برضو المقالي. طب يا دكتور كل الفصول كده؟ يا جماعه كل الفصول كده، ركز بقى معايا. بص يا سيدي، بعد ما نخلص البيولوجيا الجزيئيه كل الفصول نراجعها ان شاء الله، هتلاقي حضرتك عندك خمس امتحانات شامله في نهايه الكتاب، مهمه جدا 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 لازم تطبق عليهم بعد ما تخلص كل الحل ان شاء الله في الكتاب. فيا جماعه الكتاب ما يفوتكوش ابدا ابدا ابدا. كم من الاسئله رهيب رهيب مجمعه لكم في الكتاب دوت. طبعا نشكر التيم طبعا اللي اشتغل على الكتاب عشان تعبتهم جدا 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 يعني، فالف شكر يا شباب. وانتوا كمان باذن الله باذن الله تنبسطوا بالكتاب. طيب عشان يا جماعه الموضوع يبقى بسرعه جدا وسهل جدا 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 وانتوا كمان متعودين على الطريقه جدا، هتطلبوا الكتاب ازاي؟ تبعتوا لنا على التليجرام عاوز الكتاب بس. واخد بالك بقى، بس هقول لك على تركايه تخلي الموضوع معاك اسهل بكتير جدا والموضوع يمشي كده زي السكينه في الحلاوه. تعمل ايه يا باشا؟ احنا محتاجين منك عشان نطلب لك الكتاب او عشان نعمل لك اوردر على الكتاب، اول حاجه اسمك ثلاثي او رباعي او خماسي يعني انت وكرمك. ثاني حاجه رقم تليفونك اللي شغال مش اللي بتقفله وتروح الدرس. تالت حاجه رقم تليفون والدك او والدتك، حد في البيت يعني، عشان لو رقم تليفونك ده مقفول نعرف نوصل لك برده، مندوب الشحن يعرف يرن عليك عشان ما يسيبكش ويرجع. تمام؟ يبقى كده اسمك، رقم تليفونك، رقم تليفون اخر بديل شغال دايما، حد في البيت الارض يعني مش مشكله. بعد كده شباب العنوان بالتفصيل الممل، بالتفصيل الممل، المحافظه والمدينه والشارع والبيت والعماره والشقه، لو الاوضه اللي انت قاعد فيها لها عنوان اكتبه. واخد بالك؟ حلو جدا جدا. فعايزين منك الاسم ورقمين تليفون والعنوان بالتفصيل. اخر حاجه طبعا عايز كام كتاب، يعني اشترك انت واصحابك كده في الطلب او الاوردر علشان الشحن ما يبقاش كتير عليك. يعني مثلا لو انتوا 10 يبقى الشحن كل واحد فيكم 5 جنيه صباح الفل، هو اصلا لكن لو واحد بس يدفع 50، فاشتركوا في الاوردر علشان الشحن يبقى قليل. تمام؟ فهتطلبوا الكتاب يا شباب من التليجرام زي ما بتشتركوا في الكورس عادي جدا، تبعت للتيم على اللينك اللي فوق الفيديو او تحت الفيديو تقول لهم عاوز اطلب الكتاب، وقلت لك تبعت الاوردر ازاي، هقول تاني وتالت وعاشر، اسمك ورقم تليفون ورقم تليفون بديل والعنوان بالتفصيل 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 الممل، اخيرا يا شباب عدد الكتب اللي انتوا عاوزينها. وبس كده يا شباب، نشوفكم ان شاء الله في الفيديو القادم او المحاضره القادمه، بما انكم ان شاء الله يعني تكونوا مشتركين معانا في الكورس، وانا اكيد اكيد بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.